العمليات المنطقية. العمليات المنطقية تختبر جميع القيم المنطقية. العملية OR تعيد هذه العملية القيمة ترو إذا كان أحد المتحولين يحمل القيمة ترو على الأقل، ويرمز لها بالرمز ترو أور ترو يعطي ترو، ترو أور فولس يعطي ترو، فولس أور ترو يعطي ترو، فولس أور فولس يعطي فولس. العملية AND والتي يرمز لها بالرمز وتعيد هذه العملية ترو في حالة واحدة فقط، عندما يكون كلا المتحولين الممررين لها يحملان القيمة ترو. ترو أند ترو تعيد القيمة ترو، ترو أند فولس تعيد القيمة فولس، فولس أند ترو تعيد القيمة فولس، فولس أند فولس تعيد القيمة فولس. يمثل الشرط التالي X أكبر من 2 and X أصغر من 7 عملية اختبار المتحول X فيما إذا كان بين القيمتين 2 و 7، وبالتالي يعيد هذا الشرط القيمة ترو فقط إذا كانت قيمة X هي بين 2 و 7.